بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحب في الأول بس أعزي أسر أهل اللي انتقلوا، سواء كان 40 أو سنوية. وإحنا بنصلي في أوشية الرقدين بنقول ليس موت العبيد بل هو إيه؟ انتقال. يعني الموت مش حاجة وحشة، عشان في ناس متعقدة من الموت. هو بس كل المشكلة هي ترقية. ترقية الواحد لما يكون شغال في مصلحة أو في شركة، لما بيترقى لازم يسيب المكان بتاعه. مفيش حد بيترقى في المكان بتاعه، لازم يسيب عشان يبقى انا لو مسؤول عن حاجه في اكتر من فرع، فلما هترقى لازم اكون مسؤول عن اكتر من الفروع دي كلها، فما ينفعش اكون متمركز في حته. فاللي بيترقى لازم يسيب مكانه. فاحنا لما بنفتكر لما حد بينتقل، هو المشكله بس في الفرق. بس الفرق ده عوضه بايه؟ بالمذبح، عوضه بالصلاه. عشان كده بنقول، ما بنقولش ليس موت هو العبيد بل هو انفصال، بل هو مش هشوفه تاني، بل هو خلاص كده كل شيء انتهت. بنقول انتقال. انتقال يعني ترقيه، بنتقل من حته لحته. ممكن انا زعلان، بابا ماما اخويا اختي كان معايا النهارده بس بعد شويه مش موجود، بس هو مش هيجي تاني، انا اللي رايح له. حتى داود لما ابنه مات، قبل ما ابنه يموت كان لابس المسوح وكده بيبكي، لكن لما مات اكل وشرب ولبس زي الملوك بتاعه، قال انا ذاهب اليه، اما هو فلا يرجع الي. ربنا يعزيكم ويجعل اخر احزاننا. تاني حاجة، كل سنة طيبين. النهاردة عشية مرمينة، أنا فرحان خالص النهاردة إن أنا يوم عشية مرمينة وعيده أصلي في كنيسته. وطبعا مرمينة شهيد مصري عظيم، يمكن هو الوحيد اللي كنيستين عندنا في فيينا، لكنيسة في الدير ولكنيسة هنا في الحي العاشر. فطبعا قديس مرمينة شهيد عظيم مصري أصيل، واحد صراحة بيحبه خالص، واحد فرحان ان هو يعني لينا صداقة ولينا علاقة حلوة بمرمينا. مثال انجيل النهاردة بنعمة ربنا بيتكلم عن مثال الزارع الفلاحين. واحنا رايحين الدير بنلاقي كده بالظبط الزراعة تقدمت شوية. كان زمان الفلاح هو ماشي يعمل بيده كده يرش البذور، لكن دلوقتي الجرارات طالعه فهي هي اللي بتزرع لوحدها يعني. وانا ماشي كده عيني بتيجي على الارض، فبلاقي في بذور بتاع الارض. انا عندي اربع انواع من الاراضي: ارض طريق زي اللي انا بمشي عليه، ارض صخريه فيها صخر، ارض فيها شوك، ارض كويسه. البذور دي كلمة ربنا، كلمة ربنا أنا بسمعها سواء من أبونا، سواء من خادم، سواء من أي حد، سواء من أخويا، كلمة ربنا اللي أنا بسمعها. الأرض أنا وأنت وأنتي، أنا وأنت وأنتي، إحنا الأرض وكلمة ربنا هي البذور. أول نوع من الأرض، الأرض الطريق. الأرض اللي إحنا واقفين عليها دي البلاط ده، لو رميت فيها حبة قمح هتطلع؟ مش هتطلع. ليه؟ أول حاجة الأرض دي متسرمكة، ما فيهاش تربة، لازم البذرة عشان تيجي يكون تموت لازم يكون فيها تربة عشان تتعرض للشمس وتاخد من التربة أملاح وتاخد رطوبة عشان البذرة تطلع. لكن لما تقع على الأرض حلين، يا إما هدوس عليها، يا إما هدوس على البذرة دي، يا إما تيجي الطيور تاكلها، يا إما تيجي الطيور تاكلها. الأرض اللي هي الطريق دي، إنسان ساب حياته وفكره من غير حواجز. يعني أنا مثلا لو كنيسة دي من غير سور من غير باب، الناس اللي بره تشوفني وأنا أشوف اللي بره. ده الواحد عايش فكره في العالم، عايش حياته للعالم، نأكل ونشرب من غدا نموت، ومش عامل أي حدود ولا أي نوع من أنواع الجرنسة. الحدود بيني وبينك، ما كل واحد بيعمل نفس الحدود، فده مش عامل حدود خالص، ساب أفكاره وشهواته، متطلع لكل ما هو حديث ومستحدث، وساب حياته خالص بلا فكر وبلا ضابط. دي ارض
أرض الطريق، عشان كده استحالة الأرض دي تنبت، واستحالة يكون لها جذر، واستحالة تكون لها علاقة مع ربنا، لأنك أنت أوريدي سايب فكرك كده للعالم كده. يعني أنا لو السقف ده مقفول حد اللي فوق يشوفني، لكن لما يكون بيني وبين حدود بيني وبين أفكاري، ما مش كل فكرة هيجي لي يا فكر النهاردة قال لي ضايق فلان، قال لي غيظ فلان، اعمل شرف فلان، أمشي ورا فكري. لكن أنا لو أرض كويسة، لو فكري لو عامل ضابط، لو في حدود، مش هقدر أعمل كده. في واحد تاني يقول لك مثلا ساعة لربك وساعة لإيه؟ لقلبك. ده هو إنسان عايش في أرض طريق، أي حد هو ماشي يدوس عليه، ما تخليش أي حد يدوس عليه. ما تكشفش أفكارك، اكشف أفكارك بس لربنا، اعمل علاقة مع ربنا. تاني نوع من الأرض، بعض البذور الحبوب وقعت على الأرض فيها حجارة. انتوا عارفين الحجارة لما بتحط كده بيبقى فيها مسافات، ممكن تلاقي بين الحجر والحجر تلاقي ايه كده، ايه زرع طالع او اي نبات او اي زهرة طالعة، لكن ملاش عمق ليها. ممكن تقول يا الله شوف الزرع طالع ازاي، لكن لو شدتها بيدك كده هتطلع معاك بكل سهولة. دوا واحد ملوش عمق بربنا، ليه علاقة بربنا علاقة سطحية، ليهم علاقة بربنا علاقة سطحية، دايما ليه ميول وأفكاره، خطية حبيبها بيميل ليها، عشان كده تلاقي جذره صغير. لكن لو ليه جذر، لو ليه جذر وليه علاقة قوية بربنا، استحالة استحالة إن هو يبعد عن ربنا. ده عامل بالظبط إيه؟ يسمع كلمة، أنا أبونا اتكلم النهاردة، الله النهاردة عزة كانت ممتازة، ما حصلتش، آخر باب الكنيسة، يطلع باب الكنيسة بخار، كل حاجة انتهى، أرجع بقى لحياتي. فدوا ليه جذر، تربة صغيرة. بطبيعة زمان كنا بندرس في العلوم، كنا نجيب علبة نحط فيها قطن أو تربة ونحط فيها بذر، علشان التربة عمقها رفيع كانت بذرة ايه بتطلع بسرعة، لكن بلاش ليها عمق ولا ليها جذر. عشان كده تلاقي الناس كتير تيجي كنيسة لكن تلاقيهم مش ليهم علاقة بربنا. ثالث نوع من البذور شوك، أرض فيها شوك، مش واحد بنشوف كده نلاقي الورد طالع وحوالي الشوك، أو في نباتات طالع وحلو الشوك. الشوك اللي هي هموم العالم، الشوك هموم العالم. واحد كده على طول كده تلاقيه مهموم، فرحان مهموم، زعلان مهموم، كل في الحالات مهموم. الشوك ده فكره كتير في العالم، سواء فكره في شغله، فكره في حياته، في مصيره، فكره في فلوسه، انا النهارده خسرت، انا النهارده كسبت، فكره على طول، وناسي ان في واحد هو بنسميه اسمه ايه، ضابط الكل. عندك مشكله اجري على المذبح، عندك مشكله اجري على المذبح، عندك مشاكل في حياتك، عندك شوك في حياتك، ما المشكله دي ساعات يقول لك يا ابونا انا مخنوق. الخنقه ملهاش دعوه بغني ولا فقير، الخنقه ملهاش دعوه بغني ولا فقير، يا ابونا انا مخنوق، انا خلاص انا جبت اخري. طيب هو فكرك ابونا بيعمل ايه، حل المشكله؟ لا، ابونا مش هيحل المشكله، ابونا هياخد المشكله دي ويحطها على المذبح. ابونا مجرد وسيط بينك وبين ربنا، بنسموه حتى احنا برضو بنقول بشفاعة القديسة عذراء مريم، بشفاعة مريمينا، وسيط، ابونا ده برضو وسيط، ابونا يصلي بس، ابونا اشطر منك، ابونا خدم المشكلة على المذبح. انت برضو حط مشكلتك على المذبح وشوف كتير. احنا ساعات بنعتمد على ذاتنا، ساعات بنعتمد على ذاتنا او الوساطة او الفلوس او 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 او، وننسى ان احنا لينا ابو الكل وابو اليتامى. ولما يكون عندك مشكلة قول عند كسرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي. آخر نوع من الأراضي اللي هو الأراضي الجيدة، تلاقي الأرض هنا، تلاقي الأرض تلاقي تربطها حلوة، في شمس، الشمس اللي هو نور ربنا في حياتي، فيها أملاح، فيها رطوبة، فيها يعني أرض صالحة للزراعة. الأرض دي اللي هي الناس اللي هم بيسمعوا كلمة ربنا وبيعملوا بيه. زي مين؟
الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس لما سمع الشماس وهور بيقول له: وإن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني. إيه ده؟ إحنا كلنا بنسمع بس في جهاز استقبال شغال عند واحد، في الموجة شغالة، وفي واحد الجهاز بتاعه عامله أو شالتن، وفي واحد عامله مش مشغله خالص، وفي واحد أصلا مش في دماغه. فالأنبا أنطونيوس لما سمع صوت ربنا، لما سمع صوت ربنا على طول راح وزع كل فلوسه وكل حياته على المساكين، وراح اتغرف في الصحراء وبذل حياته كلها لأجل ربنا. واحنا عشان كده برضه الأنبا أنطونيوس، اوعى تفكر انك انت لما تيجي الكنيسة ولا تعمل حاجة بتضيع وقتك. الذي يبذل حياته من أجل يعمل إيه؟ يجدها. إحنا إلى هذه اللحظة الأنبا أنطونيوس هو من القرن الرابع، يعني تقريبا قديله فوق 1800 سنة، وإلى هذه اللحظة بنذكر الأنبا أنطونيوس، بنقول أب الرهبان في العالم، أب الرهبان في العالم. مين تاني؟ مريمينا. بنصرف زكسرجية مريمينا تاني ربع إيه؟ القديس آبا مينا عمل ايه؟ سمع الصوت الالهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاني. سمع. السمع ده ايه؟ ارض. عشان هو ارضه كويسة، ارضه كويسة، فاستجاب على طول. في تاني واحد يسمع صوت ربنا بس اكنه ما سمعش، ودن من طين ودن من عجين. زي مين؟ الشاب الغني. الشاب الغني ربنا قال له ايه؟ هو دواء. الشاب الغني دواء نفس ظروف الأنبا أنطونيوس. تخيلوا الشاب الغني دواء لو كان عمل زي الأنبا أنطونيوس كان زمان دوت المسكرة. الشاب الغني المسيح هو ماشي كده قال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ صراحة شاب يعني ما حصلش، واحد بيفكر في أبديته، بيقول لك: فنظر إليه يسوع حبه. قال له إيه؟ قال له: الوصايا أنت تعرفها، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك وتعالى اتبعني. فقال له: أنا كل الحاجات اللي أنت بتقولها دي أنا حفظتها لما كنت صغير. قال له: بس يعودك شيئا واحدا، اذهب وبيع كل مالك وتعالى إيه؟ اتبعني. إيه اللي حصل له؟ فاختم على الفور ومضى إيه؟ حزينا، زعل. ليه؟ لان كان في شوك، كان عنده شوك. ما الشوك ده ممكن تكون فلوس، ممكن تكون مراتي واولادي ومستقبلهم، ممكن يكون حياتي على الارض. شوك. كل ما بتمسك في العالم كل ما العالم بيمسك فيك. سوري، يعني لما حد بيتكهرب ايه اللي بيحصل له؟ بتشده الكهرباء، بتشد، يبقى انت حاسس تطلع منها، بس هي اللي بتشدك. كل ما بتمسك في العالم، العالم هو اللي بيمسك فيه. فطبعا انت طبعا خلاص مش قادر، عام زي مصاص الدماء. مصاص الدماء لما يجي يمص دم، لما يجي يفوق يعمل له ايه؟ يهويله، يبجنه، يديله بنج. وفي الاخر ايه اللي يحصل في الاخر؟ تلاقي حياتك كلها انتهت. هو قال ربنا قال: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ما زعلش، ما عوش الهم، افكر دايما في ابديته، وافكر دايما في الترقيه. مش هنسميه موت، عشان كلمه الموت دي صعبه شويه، هنسميها في الترقيه. كلنا نفسنا نترقى، لان واحد لما يترقى بياخد بوزيشن، بياخد وضع، بياخد احترام اكتر. كلنا نفكر في الترقية السمائية. ربنا يديكم بركة ويديكم نعمة وكل سنة طيبين بمناسبة عيد مريمينا، والمجد لله دائما أبدا. آمين.